عملكم بثير كان صوت راس لا لا الله من ماتوا من ماتوا ماتوا لي والدي يا صاحبي انا ما واش عندي الولاد علاش حيت ما عنديش انا والده الولاد الغلطه اللي درت في حياتي علاش كنت نولدهم عندي اكتئاب شديته غاف قريب باش شديته شديت هذا البيت انت كتشوف حالتي كي دايره انا مشرده ما شاده فيها انا ومول هديره ديالي تشرد راني مشردة حتى حاجة ما حتى حاجة ما بقات عندي حتى حاجة ما تلات عندي حتى حاجة وليت ولا شي في هاد الدنيا انا حتى شي حاجة في هاد الدنيا المهم السلام عليكم. السلام. اشرح لنا المهم شي شنو المشكل اللي عندك هنا في هاد البلاصة هادي. المشكل الوليدي اللي عندي هو انني كنت في كازا كنت عايشة بخير مع راجلي وليداتي والاخر كلشي تشرشم مبقى لي راجل لا كلشي كلشي مشى بحالو ورغم هداكشي بقيت تما وما سبتتنيش وقت انا نبقى تما حيت كلشي غالي في كازا جيت للمحمدية شديت هذا البيت وانت كتشوف حالتي كي دايره انا مشرده حتى حاجه ما حتى حاجه ما بقات عندي حتى حاجه ما تلات عندي حتى حاجه وليت ولا شي في هاد الدنيا انا حتى شي حاجه في هاد الدنيا ما شاده فيها انا ومول هديره ديالي تشرد راني بشردة ولا إلى الله وانا كنطلب من خوتي المحسنين يعاونوني وغادي يعاونو واحد السيدة ضعيفة لأقصى درجة ومن الكثر انا هضر من كتمشي ليا بقوة ولا الهضرة كتمشي ليا لحقاش انا مريضة مرض السكر وعندي اكتئاب شديتو غاف قريب باش شديتو وعندي طونسيون ولا إلى الله إلا كنت غادي الزنقة بحال دابا كنت نخمم ولا شي حاجة كنطيح في الزنقة كنطيح وأنا نشوف شحال ديال الدوايات عندي عايشة غير الدواء نحيد الدواء صافي مشيت لا إلى الله كنتي متزوجة واش طلقتي ولا شنو؟ طلقتي علاش خلصنا الناس لا اله الا الله وراك عرفتي بنادم ما تيبغيش بنادم مكب يبقى بجموع خصو يفرتك مكب وهذا السيدة انا سكنت دابا عام وشهرين هاهي سولة عمار شي حد ما دق عليا ولا قال لي فين كنتي ولا ابدا حتى ولادك حتى ولادي انا ما عنديش ولاد انا ما واش عندي الولاد علاش حيت ما عنديش انا والده الولاد الغلطه اللي درت في حياتي علاش كنت نولدهم علاش علاش عمو الزياده وبلاص خرايب وكلشي عمر عيد ولا عواشر ولا عمرني شي حد ما عنده دار فيا ولادي ولكن حتى لغلط الله ونقولو لغلط الله ولادك عارفين كاينين هنا عارفين كاينين هنا وما يجيش عندي سمعنا بانه الاب ديالك كان كوميسير معروف في كازا كنت فيه خير ملي كان كنت فيه خير ما خاصني حتى حاجه مشاو الوالدين مشى معاهم كل شيء شنو كان كيدير الاب ديالك؟ اه شنو كان كيدير؟ شكون؟ الاب ديالك كان كابت كوميسير كان سونترال
لا لا الله من ماتوا من ماتوا ال ال ماتوا لي والدي يا صاحبي، حيد والدي يا صاحبي، ولادي ما لقيتش فيهم الخير، ولادي ما لقيتش فيهم الخير، حتى واحد فيهم ما لقيت فيه الخير. دابا انت كتعيشي في هاد البيت هذا بهاد الطريقة هادي، يعني كيفاش كتحسي؟ نفسي ماشي هي دي، كنحس بزاف الحوايج، كنعس كنخمم الصباح، كنفيق وحده بحال كانت ما عارفين. وليدي مرض يعني كنتي عايشة هانية بخير على خير، عمرك كنتي كتوقع انك تعيشي بحال هكذا؟ ابدا ابدا، هادشي اللي كيخليني نبقى نبكي، مشات ليا العين كلها. هذا شوف شفتيها، عيني مشات ليا، قوت نكملي جيت لهنا وانا نبكي نسد عليها ونبكى، كنفكر هي بيني دوزت زوينه ودابا كدوز عليا حاره، وانا كون كنت ندير شي حاجه في الدنيا نقول ايه الحمد لله كنت مزيانه وهي مع والدي وكنا مجموعين وكلشي، ملي مشا والدي صافي داو معاهم كلشي. ولادي ما فيهم خير، ولادي ما فيهم خير، ولادي ما هماش ولادي، ما عنديش الولاد، ما خصنيش نقول عندي الولاد حيت ما عنديش اصلا، راه عندي ولكن راني ما عنديش. المهم الله يشفيك. ما كتشوفهم تشوفهم، ما كتشوفهمش، شحال من عام تمشيهمش؟ دول عامين، شي عامين دابا شتي هاد البلاطة هادي، هادي قسم بالله وليدي الى هاد القطار وهادشي، ما كنت كنت كنلبس الجلابة باش كنعس، باش كندفى فيها في الليل، والشتا عليا والبرد. والقطار عليا اه، والبرد داك البرد اللي داز كله داز عليا، هادي عطاتني غير المرا باش ندفى، الله يكتر خيرها. لا اله الا الله. شنو تبغي تقول لولادك اللي كان يشوفك؟ عندي ما نقول لهم، هادو ما نقول لهم عارفين حيت ما عنديش، حيت ما بقاش عندي، واخا تقول لهم حيت ما بقاش عندي، يكون عندي عاد عاد يمكن يجيو، دابا راه حيت ما عنديش ما عمرهم يشوفوني. شنو تبغي تقول للناس المحسنين اللي بغيت يتعاطفوا معاك؟ محسنين مازال نقول محسنين، هما اللي يشوفوا بالحالي ويعاونوني، راني بحيدة وراني بوحدي، والله يكتر خيركم واللي درتوه ليا، عاونوني عاونكم الله وعمر خيركم، ما ننساه إلا زيتوني من هاد الفقر اللي أنا فيه، معذبني الفقر ومعذبني كلشي، معذبني شحال كله معايا. عطينا النمرة التليفون باش الناس اللي بغا يتواصلوا معاك. 06 06 08 73 81 05. عاوديها 06 06 73